الذين وصلوا إلى الضفة الغربية في مناطق سكناهم، وتم استقبالهم من شعبنا ومن أهلنا. وغالبية الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال بموجب هذا الاتفاق غالبيتهم تقريبا من القدس المحتلة والقدس العاصمة للدولة الفلسطينية. ونحن هنا بدورنا سنلتزم بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المقاومة، كما قلت ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أبو العبد، نتنياهو يقول أنه بعد الهدنة سنواصل الضربات وسنواصل الحرب على غزة مرة أخرى، كيف سيكون الموقف في هذه اللحظة؟ لا شك بأن هذه النوايا العدوانية هي نوايا معلنة، وأيضا جرى ترجمتها على أرض الواقع من خلال سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، ومحاولة أيضا التهجير لأبناء قطاع غزة باتجاه دولة مصر الشقيقة الجارة. ولكن كل هذه الأهداف سقطت ولم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أي من هذه الأهداف، وبالتالي العودة إلى العدوان مرة ثانية هذا أمر ربما يكون يعكس هذه النوايا العدوانية للاحتلال الصهيوني. شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب شعب الجبارين، قادر على أن يواجه أي استئناف لهذا العدوان بصمود وبثبات وببسالة المقاومة، هذه المقاومة التي كبدت جيش الاحتلال الخسائر الكبيرة ليس فقط في يوم 7 أكتوبر المجيد، بل أيضا من خلال المواجهة من نقطة الصفر بين مقاتلي القسام وفصائل المقاومة والجيش الغازي الذي دخل إلى مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع، ما يعترف به بالسياق العسكري هو كبير، ولكن ما يخفيه من خسائره هي أكبر. شعبنا لا يخشى هذا الاحتلال، مقاومتنا التي ضربت هذا الاحتلال بالعمق وهزت صورة هذا الجيش الذي يقال عنه لا يقهر، هي قادرة على أن تواصل الدفاع عن شعبنا بإذن الله تعالى بكل قوة وبكل اقتدار، مع أننا حريصين على أن يتوقف هذا العدوان كليا، على حماية شعبنا وعلى إغاثة أهلنا أيضا في غزة. أبو العبد، أسألك عن التنسيق مع مصر. اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فلينتهي مسألة إحياء المسار، ولابد أن تكون هناك دولة